السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. دائما ننصحوا خوتنا، مش اي شخص ماهوش جزائري، يعني سواء جنسيه اخرى عربيه، يقول لك نحب الجزائر ونعشق الجزائر ومنتخب عالمي، وتصدقوا قلنا لكم سابقا كاين ناس يخدموا بكم ايضا راح نواصلوا. وهذا لا يعني انه بعض المصريين، صحيح انه لما يتكلم على الجزائر يتكلم بموضوعية وبدون شوفانية. يوجد مصريين، صحيح، يعني باش ما ننظموش كل الناس، كاين مصريين يتكلموا على الجزائر بكلام عقلاني، كلام يعني نابع من حبه للجزائر وفي نفس الوقت عقلاني موضوعي. كاين ناس تجارة وفقط، هذا الناس اللي كانوا يتاجروا بالجزائر بدلوا الاتجاه لانه فيها كاس العالم. راح نشوفوا بعض بين قوسين اشباه هذا من الخروط تاع بعض المواقع التواصل الاجتماعي، وفي نفس الوقت راح نتكلموا على فسخ العقد مع اديداس ونهايه الشراكه مع اديداس حسب ما قال رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم، وعلاقتها بالقميص تاع التسخينات الزليج اللي ما يسمى بين قوسين الزليج المغربي، ونشوفوا الحكايه هذه وين وصلت. منذ قليل وحبينا ان احنا نطلع نقول هذا الخبر مع حضراتكم عن طريق اللايف على طول وبشكل مباشر. اديداس والزليج المغربي، قصه كانت كبيره جدا على مدار، انا ما اتكلمش على الزليج هذا خلاص، والزليج والمغربي ما حبيتش اتكلم على قميص تاع التسخينات وتاع التدريبات، لكن نعطيك حاجه برك، هذا الشيء نعرفه ملي كنت صغير، انه هذا الزخرفه والزليج هو موروث حضاري مغاربي، ليس المغرب لها وحدها يعني فقط او الجزائر، حتى تونس وايضا تشترك في هذا الزخرفه هذه. اذا هو موروث حضاري مغاربي، كل سواء تونس او المغرب او الجزائر كلها مشتركه فيه، راهو كلهم يشتركوا فيه، هذه شيء نعرفه تاريخيا. كملوا مع حبيبنا اللي كان مجرجر امه كبيره، مثله مثل موحى الحال الكذاب وموحى الحراق، وسموهم من كما تحبوا تسموهم سموهم. جدا على مدار الاسابيع الاخيره، وموضوع كبير قوي، ومحامي مغربي قام برفع قضايا على شركه اديداس بسبب اختراقها لتراث المغرب واستخدامها شيء بدون ترخيص، والموضوع كبير جدا وخد حيز كبير جدا. ولكن في هذه اللحظه وكان شركه اديداس تمحصت في هذا الملف، تعلن فسخ تعاقدها حسب الاخبار المتداوله بقوه في هذه اللحظه، ان شركه اديداس ايقنت انها اخطات في هذا التصميم. اديداس غلطت، انا على بالي باللي قضيه ما فيها، قضيه ما فيها انه نهايه العقد، القضيه ما فيها انه الاتحاديه عندها مده اشهر قبل حتى ما يخرج هذا القميص تاع التدريبات وتاع التسخينات والزليج وسموه كيما تحبوا، عندها مده باللي قالت باللي راح ندير مناقصه وطنيه ودوليه. هذه المناقصه الوطنيه قادره تدخل فيها شركه جزائريه او تدخل شركات اجنبيه لتزويد المنتخب الوطني او تزويد الاتحاديه بالعتاد الرياضي والالبسه لكل المنتخبات الوطنيه من الاوكانز ولا الاوديسات، وطلع حتى المنتخب الاول. لكن شيء نعرفوه كما قلت لكم باللي تقريبا اديداس راهي خلاص الحكايه تاعها، وكاين اسباب اللي تكلمناها سابقا، انه الاتحاديه السابقه اللي قبل عماره تاع زرتشي لما سنيت العقد ما سنيتش مع اديداس الام او فروحها، سنيت مع تاجر، اللي التاجر هذا يتعامل مع اديداس، وبالتالي ممكن رئيس الاتحاديه زفزاف حب ينهي هذا المشكل هذا والاشكاليه هذه ويتعاقد مع شركه ام او فروحها، ممكن ما سمعنا شركه بوما او ممكن نايكي بدرجه اقل او امبرو، هذه الشركات اللي مقترحه. زفزاف قال بلي كان راح نتعاقدوا مع شركه عالميه، ربما تكون نايكي او انا اظن بلي تكون ممكن بوما. هذه القضيه ما فيها، ما عندها لا علاقه لا بالزليج لا بالشكوى تاع الهف نتاع الخرطي في الخرطي تاع اللي قال عليها وزير الثقافه. انا دي كاين حوايج لازم الانسان يكبر مخه شويه، الحوايج هذه ما نهبطش النيفو ما تهبطش المستوى. انا قلت لكم الزليج هذا ولا ما يسمى بالزخرفه المغاربيه، اسمها المغاربيه، فيها تونس الجزائر والمغرب، فيهم في ثلاثه يقدروا يلبسوا اللباس هذا، تلبسوا المغرب عادي، تلبسوا الجزائر عادي، تلبسوا تونس عادي، انها منطقه شمال افريقيا الدول المغاربيه تشترك في هذه الحضاره وتشترك في هذه الثقافه وتشترك في هذه الزغرفه. اذا ما عندهاش علاقه، اشكي للصباح ما عندها حتى علاقه.
القضيه وما فيها باللي خلاص صاير كونترا، والكونترا كانت من بكري راح تخلص مع اديداس، يعني عندها اشهر من الاتحاديه دارت البيان تاعها وصايب راح نفتح مناقصه. هذا كل خرطي في خرطي، وهذا للاستهلاك، لانها كما قلت لكم فيها كاس العالم. حنا دوكا خلاص خرجنا من كاس العالم، مازال دوله جاره هي المغرب رايحه لكاس العالم، وبالتالي لازم التجاره. ونهار تروح كاس العالم تتقصى المغرب ولا راح يدوروها لدوله اخرى، ممكن تونس، ممكن ما ناش عارفين دوله في الخليج، دوله اخرى، وهذه هي التجاره. لان احنا كاين ناس، الله غالب ودائما نحذر، كاين ناس تنساق وراء هذا من الناس هذو ما تصدقها متامل باللي راهم يحبوا الجزائر. نكملوا في الخروط نتاعهم. هذا التصميم وانها بالفعل استخدمت التصميم ليس من حقها. تعالوا نقرا مع بعض الخبر. افادت وسائل اعلام جزائريه مش مغربيه ولا عربيه، افادت وسائل اعلام جزائريه ان شركه اديداس لتصنيع الملابس والاحذيه الرياضيه الالمانيه انهت بالفعل تعاقدها مع الاتحاد الجزائري لكره القدم. اصحى معايا وركز. افادت صحيفه اوراس الناطقه بالفرنسيه ان اديداس انهت عقدها مع الاتحاد الجزائري لكره القدم الذي تم تمديده حتى ديسمبر من العام المقبل بسبب تاخر الفاف في الاستجابه لعرض الشركه الاخير. وحسب المصدر ذاته سحبت بوما بدورها رعايتها للقميص الجزائري بعد فشل ثعلب الصحراء. اذا قضيه كيما اديداس هو مستشهد بصحيفه، صحيفه جزائريه هذه ولا اوراس براس ولا اوراس في ناطقه بالفرنسيه، ما قالش حاجه غلطه، قلت بلي نهايه العقد صاي. واش دخل اديداس الزليج والقميص تاع المغرب وما نش عارف، ما عندهاش علاقه، صاي كونترا خلاصت. الاتحاديه عندها اشهر حتى قبل ما يخرج هذاك القميص تاع التدريبات اشهر باللي قالت صاي الكونترا خلاص مع اديداس، والكونترا نورمال تخلص في ديسمبر ولا نوفمبر ديسمبر، ثم الحكايه خلاص فضت. رايحين يشوفوا ممول جديد اللي راح يمول المنتخب المنتخبات الوطني، مش المنتخب الوطني فقط الاول، وخلاص الحكايه. واوراس وما اوراس واوراس ايضا اوراس، هذه الصحيفه ولا الموقع الاخباري هذا الاوراس ما قالش حاجه غلطه، خلاص الكونترا خلاصت. بصح واش دخل الزليج؟ هذه يسموها تجاره. فشل ثعلب الصحراء في التاهل لكاس العالم في قطر، وكان الاتحاد الجزائري قد اعلن في وقت سابق عن بدء قبول عروض الشركات الراغبه في تزويد المنتخبات الجزائريه بمعدات رياضيه وفق كتاب الشروط. يشار ان المغرب اتصل بشكل قانوني، يعني هم بيقولوا ان في تفاصيل في التعاقد، يعني الاتحاد الجزائري او الصحف الجزائريه بتقول في اختلاف في التعاقد حصل ما بيننا، وان احنا اختلفنا في حاجات ثانيه خالص ما لهاش علاقه بتصميم تيشيرت المنتخب الجزائري. ولكن يعني كان واضح جدا ان في اتصال من المغرب حصل بشكل قانوني بشركه اديداس، وطلب منها سحب قمصان المنتخب الجزائري لكره القدم زاعما ان تصميمها مستوحى من نقوش الزليج المغربي، مستوحي من نقوش الزليج المغربي. معناها ان الموضوع انتهى رسميا بان اديداس بالفعل يا جماعه في هذه اللحظه فسخت تعاقدها رسميا مع المنتخب الجزائري، الموضوع انتهى. واحنا كده اتاكدنا بشكل لا يدع مجال للشك ان بالفعل التعاقد تم انهائه. يبقى هل اشاعه؟ لا مش اشاعه، كده احنا اتاكدنا من جميع المواقع العالميه ان التعاقد بالفعل اتلغى. مواقع عالميه وين مواقع عالميه؟ اوراس قالت الحقيقه، قالت بلي راه خلاص فضت الكونترا. وين العالميه؟ والعالميه قلبتها عالميه، هذه العالميه. العالميه موقع بريس وقالوا المغرب واش كان المغرب، ومن بعد يشكي المغرب على روحه، واش دخل القضيه؟ قل لي فهمني قل لي باللي فاطمه قالت لنا، انتم عندكم المصدر نتاعكم فاطمه، اش باش يسكتهم يا سيدي؟ قل لي فاطمه هي المصدر. نقول لك هاو حقك، انا كي تقول لي فاطمه هي المصدر نقول لك هاو حقك، ها مصدر صحيح، اش باش يسكتهم؟ هذا كل مصدر صحيح. اخبار عالميه ومصدر عالمي واديداس خلاص سحبت هذا على جال الاحتجاج. يا ودي روح دير 10 وقرص، والله ما ايضا مش سامع بك خلاص. ها اللي قلتها لك، هذا الجواب تاعك، ما نزيدكش. نكملوا في الضحك ما اللي ولات فاطمه اش باش يسكتهم هي المصدر. مع الاتحاد الجزائري لكره القدم، ولكن الاتحاد الجزائري لكره القدم يعلل ان انهاء التعاقد حصل بسبب عدم التفاهم مع الشركه، ولكن حضراتكم عارفين ان كان يلوح في الافق
خلاف شديد جدا ما بين المسؤولين عن الرياضة في المغرب متمثلا في محامي لدى الاتحاد المغربي لكرة القدم اللي قدم شكوى في شركة أديداس وللشؤون القانونية في أديداس يؤكد انهم اخترقوا التراث المغربي او الزليج المغربي دوت نقوش مغربية اصيلة تم اخترقها من تصميم المنتخب الجزائري الاخير. وكان في ثقة كبيرة جدا من محامي المغربي انه بالفعل واثقين ان الحق هيرجع لاصحابه. صح، الحق رجع لاصحابه. خلعتني، كنت مجرجر امه، مجرجر امه، جزائر عالمي ومنتخب عالمي، احنا نحبوا الجزائر، الجزائر نحبوها من قلبنا، جزائر منتخب عالمي احسن من البرازيل واحسن من الارجنتين، منتخب عالمي، جمال بالماضي احسن من غوارديولا. كنت مجرجر امه واحب الجزائر من قلبي، كنت مجرجر معاك امه. في الفيراج الاول قلبت الفيسا دورتها المغرب، وغدوه ما نش عارفين ممكن تدورها لدولة اخرى عادي. انا مش اللوم فيه هو، انا اللوم في الجماعه اللي كتتبع فيه. من لوبتكم ردوا بالكم، حذاري. هذا لا يعني انه ما كانش كاين مصري، يعني ما كانش مصريين يحبوا الجزائر او يتكلموا موضوعيه على الجزائر. كاين ناس مصريين لاباس بهم يتكلموا موضوعيه على الجزائر، لكن كاين بعض الناس استغلوا بعض الجماهير الجزائريه وحبهم وتعلقهم بالجزائر واستغلوها هذه النقطه وخدموا بها. من بينهم هذا وموحى الكياط وموحى الحراق ولا موحى الكذاب، وروح من ذاك الراي. القضيه كما قلت لكم فيها جاهد زفزاف، مش قضيه خاف ولا ما خافش، رغم اني اختلافي معاه في بعض الامور. وحتى النهار اللي جاء بطريقه غير قانونيه، وقلتها ومزدت في رايي، جاء بطريقه غير قانونيه وما طبقناش القانون، لكن هذا امر فات وخلاص، اصبح من الماضي. الان نهضروا في الحاضر. الحاضر انه زفزاف ولا رئيس الاتحاد ماشي قضيه خوف او خاف من المغرب او شكوى مو شكوى. الاتحاديه بقياده زفزاف والاتحاديه دارت بيان سابق وتكلمت باللي راح دير مناقصه وطنيه ودوليه، ما عندها لا علاقه لا بالزليج لا بخرطي. ها صفاهك، دارت بيان باللي راح تفتح مناقصه. هذاك الوقت ما بانش خلاص هذا المايو الزليج الشكوى الثقافه والرياضه والعلم وما كانش، هذه كل حكايه فارغه. بعدها يعني دارت اديداس اخر قميص اللي دارته المنتخب الوطني ودارت تاع تسخينات، وهذه هما من بكري موجدين يعني ممول جديد ولا فاتحين مناقصه اللي باش يدخل ممول جديد. وتكلمنا سابقا الفيديو موجود انه ممكن تكون بوما او تكون نايكي او تكون امبرو، ماناش عارفين كاين شركات هي المرجح بوما او درجه اقل نايكي او امبرو. لكن وين راحت الحكايه هذه تاع الزليج؟ ما كانش كاينه اصلا. هما لقاو فرصه، الفرصه بعض الخروط ولقاو فرصه. اذا ولات يعني شيء مؤسف انه فاطمه اش باش يسكتهم ولات مصدر لبعض الخروط وما بقاش كونترا راحت خلاص صاي راح يجيب ممول جديد. هذا ما كان الحكايه، ما عندها لا زليج لا محامي لا شكوى لا خرطي في خرطي. راني يعني قلتها ونعاودها. اذا هذه كما قلت لكم تبين لكم الصوره الاخرى، انه كانوا يستغلوا في حب الجزائري للمنتخب نتاعهم وكانوا يخدموا بهم، والان اصبحت التجاره والامور واضحه. اذا في الاخير متقنا مع مزيد من الفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.